هل سبق لك أن تذوقت قهوة تفوح منها رائحة الورود والياسمين في مدينة البوليدة الوردية؟ القهوة ليست مجرد مشروب صباحي، هي قصة حب أندلسية عريقة ممتدة عبر الأجيال، تغتسل تاريخا من الحضارة والتقاليد بكل رشفة. في قلب البوليدة مدينة الورود، لا تزال الأجواء تعبق بنسمات أندلسية عريقة وردها الأحفاد عن المرسكي. يستمر سكان المدينة في زراعة الياسمين والليمون وفق التقاليد الغرناطية، ويضفي نكهة فريدة على قهوتهم المميزة في نكهة زهر الياسمين. القهوة في البوليدة ليست مجرد مشروب، بل هي جزء من تاريخ المدينة، تربط الحاضر بالماضي في كل جلسة يحتسى فيها فنجان معطر بالياسمين، مفعم بروح التقاليد الأندلسية التي لا تزال تنبض بالحياة.